مساء الخير على مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في فقره المطبخ تحت عنوان الاكل صنعه، وبما ان الاكل صنعه يبقى لازم يكون معانا خبير في الصنعه او حد من اهل الصنعه، لذلك يسعدني ان يكون معايا النهارده الشيف نجلاء عبد الحميد مدير مطبخ ام ندى للاكل البيتي بطنطا. صباح الخير يا شيف. مساء الخير. صباح النور يا استاذ اسلام. يا ترى يا شيف النهارده طبعا بما انها من اهل الصنعه او خبيره في الصنعه فهي هتقول لنا بنفسها هي هتعمل لنا ايه النهارده؟ هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف؟ والله يا استاذ اسلام انا قلت نعمل حاجه تعجب الولاد، علشان يعني حضرتك عارف دلوقتي كله بيتجه للاكل الجاهز، فقلت طبعا حاجه ايه تبقى يعني تلفت نظرهم، فحبيت اعمل كفته فراخ محشيه بالجبنه. تمام. تشكيله جبنه موتزاريلا، جبنه رومي. المقادير بقى من الشيف. هنا هيبقى معانا نص كيلو صدور فراخ مفرومه، ومعانا التوابل ملح وفلفل ونص معلقه قرفه ونص معلقه جنزبيل. تمام. ومعانا هنا خلطه جبن رومي على موتزاريلا، ومعانا معلقتين لثلاثه بقسماط على حسب ما العجينه تلم معايا، ومعايا شويه خضره بقدونس على شبت. تمام. ماشي. نقول بسم الله نبدأ نشتغل. اتفضل. نحط الفراخ ومعانا بيضة. ماشي. هنكسر البيضة كده. تمام. تمام. توابل نص معلقة فلفل. تمام. رشة جنزبيل. رشة قرفة. تمام. ملح نص معلقه برضه او حسب الرغبه يعني الملح على حسب الرغبه. الملح يا جماعه على حسب الرغبه زي ما الشيف قال كده، يعني نص. ماشي. ونضيف الخضار. ماشي. يبقى كده صدور الفراخ المفرومه حطينا معاها بيضه، وحطينا معاها التوابل بتاعتنا وحطينا معاها الملح على حسب الطلب، وبعد كده الخضار الشبت هنرش كمان كده معلقتين، وكمان معلقتين بقسماط بس، ونبقى ايه نبدا نعجن بقى. تمام. كل المكونات دي مع بعض. تمام. هي بسيطه خالص، بنفضل نعجنها لغايه ما تبقى تاخد تاخد لا 3 دقائق كده، دقيقتين بس، مش يعني لغايه ما تجمد، لغايه ما كل المكونات تتجانس مع بعض، لغايه ما كل المكونات تجمد مع بعض، وعشان اعرف اشكلها بعد كده اهي. ممكن لو احتاجت رشه بقسماط كمان نحط لها عشان بس ايه نعرف البقسماط دي برضه على حسب لغايه ما تمسك نقدر نتحكم فيها. تمام. واحنا بنشكلها. تمام. تمام. هو في نقطه صغيره، هو المفروض انا لو في البيت وبعملها مع نفسي ممكن اسيب العجينه دي في الثلاجه، يعني مثلا نص ساعه كده مثلا، عشان بس تشد وتبقى سهله عليا في التشكيل اكتر. تمام. بس هنا بقى علشان الوقت. طب الافضل ان احنا نحطها في الثلاجه يعني هي لا هي لو اتحطت في الثلاجه لا مش تجمد، بس يعني او ايه تمسك نفسها وتبقى متماسكه، يعني الافضل. احنا بنتكلم على الافضل والصحي برضه، احنا مهما كان عايزين برضه الحاجه الصحيه اهم حاجه. ما هو الفكره ان انت بتعمل حاجه صحيه ونظيفه، وفي نفس الوقت بتحاول ايه تغري الاولاد ان هم يرجعوا ياكلوا في البيت زي زمان، عشان دلوقتي كله طبعا كل الوقت شغال على الاكل اللي من بره يا جماعه، كل الوقت الاكلات السريعه. بس مسحه زيت بسيطه كده للجونتي علشان ايه تبقى سهل عليا ان انا ايه. تمام. اشكلها اهي بطريقه بسيطه خالص كده، بناخدها كده حته كده اهي. تمام. نبدا ناخد الجبنه. ده بسيطه يا جماعه جدا، مش فيها اي حاجه خالص. اكله سريعه وبسيطه جدا ومش مكلفه كمان خالص. نبدا بقى نحشيها جبنه. الجبنه الموتزاريلا قلنا تركيبه الجبنه ثانيه يا شيف لو سمحتي. الجبنه اختياري طبعا. تمام اتفضل. الجبنه اختياري، ممكن نحط مكعبات جبنه شيدر. تمام. نقطعها يعني مش جبنه معينه، مش نوع معين من الجبنه. الرومي على الموتزاريلا بتبقى جميله قوي. في هنا كمان خلطه اللي هي هنحط فيها بتاع ديت. تمام. دي بيضه وعليها شويه لبن صغيرين. البيضه وعليها اللبن ديت لايه برضه؟ دي اللي هنحط فيها بقى الكرات ديت بعد ما اهي. تمام يا جماعه، يعني احنا بعد ما عملنا الخلطه بتاعتنا حشيناها الجبنه الموتزاريلا مع الجبنه الرومي، وبعد كده هنبدا ان احنا نحطها بقى في بيضه ولبن وشويه لبن صغيرين بس على قد ما افك البيضه اهو كده بس. تمام خلاص. والتوابل عشان نبدا ان احنا نحطها يعني عشان ما تيجي تتقلى طبعا، صح؟ ديت البيضه واللبن وعليها شويه بس رشه فلفل اسود بسيطه بس كده. طبعا انت هتقول لنا طبعا بقى بالمناسبه ديت طبعا ان احنا موجودين هنا في الاستوديو على الهواء، هتقول لنا طبعا المطبخ بتاع حضرتك بقى سمتين ام ندى. والله هو ندى بنتي. انا انا اسمي نجلاء طبعا بس. تمام. انا مشهوره بايه باسم ام ندى، الشيف نجلاء عبد الحميد. بس شهره المطبخ يا جماعه ام ندى في طنطا. تحياتنا لاهل طنطا جميعا. ربنا يخليك. الله يخليك. فلما يعني جات لي فكره الاكل البيتي وكده، انا الحمد لله من زمان يعني. تمام. بحب المطبخ تمام، وبحب تمام. ابتكر كده اكلات وحاجات زي كده. فلما بصراحه جات لي الفكره تمام، لقيت يعني يا جماعه المشاركه مع الشيف برضه، الارقام على الشاشه قدام حضراتكم للمشاركه مع الشيف. اتفضل يا فندم كملي. الحكايه بسيطه خالص تمام. بقول لحضرتك جات لي فكره المطبخ تمام. فيعني قلت ايه، يعني لقيت الموضوع لطيف وهي الحاجه اللي انا بحبها تمام. واشغل وقتي تمام تمام. ف يعني عرضت الموضوع على جوزي، قلت له ايه رايك، فعجبته الفكره بصراحه. طيب تمام، اول مره يا جماعه لا بصراحه لا لا, لا يا نهار ابيض، بنشكر زوجها الاستاذ ياسر ان هو تعاون معاها. انا عن نفسي اول مره اسمع ان في زوج ساعد زوجته على طول كده، ما عرضهاش في الاول. لا لا ده تحياتنا للاستاذ ياسر، هو ساعدني بصراحه كتير وشجعني. اهم حاجه التشجيع اساسا، انا لولا يمكن كنت يئست في نص الطريق، بس هو طبعا كل حاجه في اولها بتبقى صعبه والواحد بيحس ان مش هيوصل فيها لحاجه او كلام. ايوه لا كان هو دايما يقول لي لا طبعا يا جماعه بس لازم نتغلب عليه اكيد كده. فالحمد لله انا الحمد لله بفضل الله تحياتنا للاستاذ ياسر، بقالي فتره طويله شغاله داخله في 5 سنين اهوت. طيب تمام الحمد لله. معانا كده معانا الاستاذه امل من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ انا معاكم على الهوا كده؟ كده تمام، انت حضرتك معانا مشرفانا. اهلا ومبروك المطبخ الجديد، انا اول مره اتفرج عليه بصراحه. الله يخليك يا فندم، ده شرف لينا شرف لينا. الشيف مع حضرتك اتفضل. اهلا بيك. ام ندى نجلاء. ايوه الشيف نجلاء. ربنا يديك الصحه. اهلا بيكي ربنا يخليكي. شكرا تسلمي على الحاجات الحلوه اللي بتعمليها دي. تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي وشكرينا يا استاذه امل. تسلمي لي، ربنا معاكي ويوفقك. اللهم امين. الله يخليكي يا فندم حبيبتي. الله يخليك، نشكرك يا فندم ونشكرك مدام امل. شكرا يا استاذه امل. احنا كده اهو عملنا كده كفايه. ام ضحى اتفضل. السلام عليكم. خلاص ناخد اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام أم ضحى أخبارك؟ أخبارك يا فندم؟ أيوه حضرتك. أخبارك، معاك الشيف أهو، تتفضلي لو عندك أي سؤال. أم ضحى إزيك؟ حبيبتي. عفوا اتصال. شكرا أم ضحى. شكرا. أم ضحى دي شيء. شكرا. أهلا بيكي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الشيف كملنا. الشيف بعد ما حشيناها بالجبنه وكلام من ده ببدا بقى احطها في كده في البقسماط وفي البيض. لا الاول في البيض في البيض الاول يا جماعه معلش، في البيض واللبن تمام كده، ومن البيض واللبن على انا كده شيف نجلاء بدات اطمن على مستقبلي في المطبخ. البقسماط سهله صح؟ خدت وقت ما خدتش، بدات اطمن على مستقبلي انا كده في المطبخ، ما خدتش اي وقت خالص بس كده. والله يا جماعه انا من وقفتي جنب الشيف. الاستاذ طارق من طنطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ طارق؟ تحياتنا لأهل طنطا أجمعين، أخبارك؟ الله يخليك. مع حضرتك الشيف اتفضل. اتفضل يا فندم. منورة والله يا أستاذ نجلاء. ربنا يخليك يا طارق، ربنا يخليك، هو أخو ياسر على فكرة. الله حضرتك تحياتي ليك يا أستاذ طارق وتحيات أسرة البرنامج لحضرتك يا جماعة. الأستاذ طارق أخو الشيخ. تحياتنا ليك يا استاذ طارق، تحياتنا لاهل طنطا. والله من ضمن الناس برضو اللي كانوا بيشجعوني هو ومدام مراته وكده كانوا. احنا كلنا العيله كلها ما بتاكلش الا من ايديها. طيب تمام يا استاذ. واحنا كمان على فكره دلوقتي في ناس جديده اهوت هتبدا تاكل معانا. ربنا يخليك ربنا يخليك. لا ده انت ما اكلتش اكل خاص في انواع اكل خاص لو اكلتها من ايديها. طيب تمام واحنا بقى مش هناكل غيرها. طب تمام يا فندم، ده شيء يشرفنا شيء يشرفنا يا استاذ طارق. شكرا لحضرتك. لا بصراحه والله الله ينور بصراحه، يعني ربنا يبارك فيكم فيها. شكرا يا فندم الله يخليك. شكرا. طيب يا فندم اتفضل. احنا كده الكفته كده جاهزه للآلية اهي. طيب معلش يا جماعه بعد ما حطينا اللحمه بتاعتنا حطيناها في البيض وبعد كده في البقسماط تمام للبقسماط، وبعدين هنبدا ان احنا نحمرها في الزيت. نحمر في الزيت. هناخد معانا ام ضحى عشان ما تزعلش يا جماعه. مساء الخير يا ام ضحى. نستنى بس لما الزيت يسخن شويه. ام ضحى طب اتفضلي، في ايه تاني حضرتك هتشتغلي فيه؟ حضرتك طبعا يا جماعه لما الزيت يسخن شويه يبدا الزيت يسخن نبدا ان احنا نشتغل. الزيت يسخن شويه على ما الزيت يسخن. اتفضلي ايه تاني يا صنف، ايه تاني مع حضرتك هتعمليه؟ هنعمل سلطه برده بسيطه خالص بعد اذنك. اتفضلي. انا اسفين لام ضحى وانا هقعد معاكي الاتصال باذن الله. سلطه بسيطه خالص. السلطه يا جماعه في نوع سلطه ثانيه هتقدموه لنا برده الشيف. هي سلطه بطاطس بالمايونيز والزبادي ومعاها بسله وجزر. مساء الخير. مساء الخير يا انسه عبير. استاذ عبير، مدام عبير، ايوه مدام عبير، خلاص اسفين اسفين الغلط يا فندم. مساء الخير حضرتك. ايوه مدام عبير، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره منوره الدنيا كلها يا منى. ربنا يخليكي يا عبير. ماشي اتفضلي. ربنا يخليكي. الله يخليكي وربنا معاكي ويوفقك ان شاء الله. تسلمي حبيبتي، ربنا يخليكي. ماشي احنا شكرا يا مدام عبير. احنا هنا نشكرك يا مدام عبير. زبادي. ماشي الفاصل زبادي. هنخرج يا جماعه فاصل وراجعين، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه عشان نكمل السلطه بتاعتنا. اتفضلوا لنا اسمها السلطه. بدأنا في السلطه، هي سلطه بطاطس بالمايونيز والزبادي. ومعاها بسله وجزر. طيب اتفضل. احنا هنا حطينا، بدأنا الاول بالزبادي وبعدين هنحط المايونيز. يعني دي كوبايه زبادي ودي تقريبا نص كوبايه مايونيز. كوبايه زبادي يا جماعه مع نص كوبايه مايونيز. نص كوبايه مايونيز. تمام. وهنحط فصين توم مفرومين. تمام. فصين توم مفرومين ورشه فلفل اسود. تمام. ورشه ملح. التوابل المعتاده برضو يا جماعه بتاعتنا. الملح والفلفل. التوابل المعتاده بتاعتنا المعروفه. الملح والفلفل. تمام. وهنا يعني قيمه مثلا ايه مقدار. تمام. مثلا معلقه خل. معلقه خل. معلقه خل. كنت يا شيف كلمتنا واحنا طبعا قبل ما نطلع على الهوا، كنت كلمتنا على حاجه اسمها الفريزون. لو تدينا فكره عنه عن الفريزون. لا ده هو شغل الفريزون ده اللي هو شغل ايه، ست البيت اللي عايزه توفر وقت او الموظفه. تمام. تمام. يعني انا لما حد بيطلب مني حاجه عاده بتكون مثلا ست بيت موظفه مش فاضياش وقت، فبتبدا تجهز حاجتها وتشيلها في الفريزر. لحوم، بانيه، كفته، يعني اي حاجه يعني مجرد شغل فريزون تطلع تبقى كده. اكتسب خبره جامده في المطبخ بصراحه. احنا هنا كمان بدانا نقلي. تمام كده. نقلي الكفته اهي كده. الكفته معانا في بدات تغير طبعا. بدات تغير اهي. بنبدا مساء الخير مدام منى. ايوه يا فندم. اخبارك يا مدام منى؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله. انا بشكر الاول القناه على الحاجات الجميله اللي بتجيبها. بنشكر حضرتك. ميرسي جدا ليكم واهلا بيكي يا شيف. والله منوره القناه. ربنا يخليكي حبيبتي، من حلوش منك. وميرسي على الحاجات الجميله اللي انت بتعرضيها لنا. ربنا يخليكي. اول مره طبعا وانا هجربها بعد ما حضرتك يعني تخلصي. طيب ان شاء الله يا حبيبه قلبي. مزيد من التوفيق والنجاح يا رب. خلاص هجربيها بقى يا مدام منى. خلاص مستنيه رايك لما تجربيها. مستنيه رايك بقى على البيج البرنامج ام ندى. انا من طنطا على فكره. انا من طنطا. طيب تمام خلاص كده. يعني احنا نخرج منها احنا بقى كده خلاص. احنا كده نخرج منها بقى. الخير والبركه والله. الله يخليك يا فندم. جدا جدا. انت مستنيين راي حضرتك بعد ما تجربي على بيج البرنامج، على بيج المطبخ، مطبخ ام ندى للاكل البيتي. تمام يا فندم. تمام يا فندم. ميرسي لذوقكم يا فندم وبالتوفيق والنجاح يا رب. شكرا يا مدام منى. شكرا. شكرا يا فندم. اتفضلي. بس احنا ضفنا يا جماعه الزبادي على المايونيز على السلطه، على البطاطس بتاعتنا. بطاطس مسلوقه طبعا. بطاطس مسلوقه والبسله والجزر برده مسلوقين. والبسله والجزر مسلوقين، مفيش حاجه نيه. لا مفيش حاجه نيه. بنحط البطاطس بتتقطع مكعبات وبتتحط في ميه وملح تغلي لغايه ما تستوي، بس ما خليهاش يعني تتهري كده. يعني تبقى حلو تاخد بس السوا بتاعها كده. البسله والجزر برده. هرجع اقول ان انا بحاول برده ادي للولاد قيمه غذائيه. طبعا. واحاول اكلهم حتى الحاجه اللي مش بيحبوها ياكلوها. طبعا. ايوه طبعا. في وسط سلطه، في وسط سلطه يا جماعه تبقى. دلوقتي ما بحبش البطاطس هي في السلطه، انا ما بحبش البسله، لكن انا ممكن لو قدمتها له بشكل لطيف كده مع المايونيز مع الثوم هياكلها. لسه في اي طبعا هنا بس رشه زعتر بسيطه. طبعا يا جماعه ده اللي فينش النهائي. طبق السلطه مش مكلف وسريع جدا، ما خدش دقيقتين اصلا حتى. تمام. وادي هنقدمه كده في طبق التقديم. تمام اهو بسيط وسهل خالص. زي ما انتم شايفين يا جماعه والله احنا جوعنا بصراحه. ريحه الاكل هنا بصراحه يعني. الصوص ده التوم مع المايونيز بقى بيدي ريحه ما اقولكش، بتبقى جميله جدا. لا طبعا انا شامم الريحه طبعا بالنسبه لي هنا. شوف كده. معانا الاستاذ محمد. الاستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا فندم الشيف مع حضرتك. كنت عايز تقول حاجه معينه، تسال حاجه؟ اتفضل عن اي حاجه حضرتك. اتفضل. الو. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل لو سمحت. كنت عايزه اعرف طريقه الكبده الاسكندراني. البيتزا الاسكندراني. الكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني. بنجيب الكبده ويا شكرا يا استاذ محمد، والشيف هترد على حضرتك. بنجيب الكبده بنقطعها يعني حتت صغيره، بنقطعها حتت صغيره، وبنكون مجهزين لها بقى ايه، توب، ليمون، ملح، فلفل، شويه خل، تمام. دي بتبقى التتبيله بتاعه الكبده بنحطها تمام. عليها ونسيبها متتبله شويه تمام. تمام. بنكون بقى مجهزين فلفل متقطع، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر، وبين ايه وبين بندي للكبده صدمه، بنحط شويه زيت في الطاسه وبندي تمام. للكبده صدمه على النار تشويح، بس ما بتاخدش وقت طويل. وممكن لو بنحبها سبايسي نحط نضيف لها شطه او قرن فلفل حراق مع الفلفل المتقطع تمام. وبعدين بنضيف الخضار، ما بنخليش الخضار بقى يعني يستوي قوي عشان ما يتهريش ويبقى ملوش طعم يعني. تقلبتين كمان وبعدين يكون كتب المقادير ورا الشيف مع تقلبتين كمان وبتطفي عليها تمام. هي بسيطه خالص كده يا جماعه. طبعا الكفته هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده على الشاشه باينه قدامكم كده يعني، خدت اللون بتاعها بصراحه، لون جميل جدا. احنا ممكن لو معانا وقت كمان نعمل تاني. اتفضل. تمام. طبعا يا جماعه اكله سريعه جدا واكله صحيه ولذيذه جدا وسريعه جدا، ما خدتش يعني خالص ومش مكلفه في نفس الوقت. هو دي الميزه ان هي اكله صحيه وطعمها جميل تمام، وريحتها جميله جدا، وفي نفس الوقت ما خدتش مننا تكلفه عاليه. ما خدتش تكلفه. اتفضلي يا فندم نكمل. ماشي كملي اتفضلي. ممكن نكمل البقسماط. البقسماط يا جماعه خلاص يا جماعه انا كده طمنت على مستقبلي في المطبخ، هشتغل مطبخ يعني احنا ما هو ان شاء الله تعمل بقى ايه حضرتك اكله سهله تمام وسريعه تنفع بقى لحد مثلا ايه مستعجل. لا انا كده اطمنت على نفسي، انا راجعه من شغلها مستعجله، انا كده انا اطمنت على نفسي. وعملت الكفته دي قبل ما تنزل شغلها وحطيتها في الثلاجه تمام، هترجع تعملها في ايه في ثواني تمام. ثواني. البيض واللبن اتفضل. فين ايه اللي ناقص؟ البيض واللبن. البيض واللبن ايوه بس احنا معانا وقت ممكن نعمل ايه كده. الواحد يطمن على مستقبله في المطبخ يا جماعه، الواحد كده لما يتجوز كده تمام يعني لما تتجوز هتساعد؟ لا مش هساعد، انا شكلي انا اللي هقوم بالمطبخ كله. طيب كمان دي حاجه جميله والله. اهي هو من سوق. طب نقدم بقى عشان الوقت. طب نقدم الشكل النهائي عموما هو طيب ده زي ما حضرتك احنا كده ادي الشكل النهائي كمان. احنا معانا طبق هنا جاهز ماشي. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي لكفته الفراخ تمام. ده الشكل النهائي لكفته الفراخ مع زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده حضراتكم الطبق. طبعا الشكل النهائي للطبق تمام، يعني يفتح النفس على الاكل اكيد. طبق السلطه يا جماعه اللي الشيف عملته لنا طبعا قدامي، يا ريت يجي على الشاشه حضراتكم تمام. طبعا انا في نهايه الفقره بحب اشكر الشيف نجلاء عبد الحميد اللي شرفتنا النهارده. انا اتشرفت بحضرتك يا استاذ اسلام. اتفضل يا فندم. السلطه بتاعتنا سلطه البطاطس بالبسله بالمايونيز بالزبادي والزبادي والتوابل. طبعا عشان تبقى بنشكر الشيف بتاعتنا في نهايه فقرتنا النهارده، بنشكر الشيف نجلاء عبد الحميد مدير المطبخ ام ندى للاكل البيتي بطنطا. وشكرا جدا يا شيف، نورتنا النهارده. اشكرك يا استاذ اسلام ربنا يخليك، ونشوفكم باذن الله في مواعيد قادمه. السلام عليكم.